السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 27 سبتمبر، يعني هذا الجو مو طبيعي بالنسبة للسويد. هي السويد أصلا ما عاد مثل ما كانت أيام زمان، لا المناخ كما هو ولا الطبيعة ولا الشعب، كله تغير سبحان الله. على كل حال الحمد لله عم نشوف الشمس أحسن من الاكتئاب. بعض التوضيحات حول دورة التدريبات العقلية والدكتور علي الربيعي، طبعا أنا يعني استمع له كل يوم. يعني البارحة كانت المحاضرة أكثر من 3 ساعات، من الساعة يعني ضلت هون بالسويد لشي الساعة 11 بالليل، والساعة 4:30 الصبح بلشت المحاضرة الثانية كمان كم ساعة. ما شاء الله يعني همة عالية، فريق عمل يعمل 24 ساعة على 7 ساعات. قديش أنا شفت يعني فرق عمل سابقة، بس هون في إخلاص سبحان الله، في إخلاص وفي تعب. الشيء اللي بدي أوضحه أنا أنه صحيح أنه الله يجزيهم الخير وبارك الله بهم وفي فوائد وفي نتائج، بس أنا لا أوافق الدكتور علي في كل شيء ما يقوله، حتى يعني حتى يكون عندكم علم، خصوصاً عندما يتعلق الأمور بالأمور الطبية والأمور العلمية. في أنا لا أوافقه، لكن أنا أحترم رأيه، هو معلم تبعنا فنحن ماشيين معه كما يقول. لكن إذا في بعض الأشياء ما تتعلق بالأبحاث العلمية وهكذا فأنا لا أوافقه الرأي فيها. المحاضرة المهمة اللي تكلم فيها عن كما قال هو، الآن أقول لكم أن أكثر ما يضر الذاكرة، أكثر ما يضر الذاكرة ويعني يضر الدماغ جدا، قال هو السكر. السكر، وطبعا أنا أذكر أنه كانت هناك أبحاث حاولت أن تربط تناول السكر بالألزهايمر أو بالعته الشيخي. المهم اللي وصلنا له أنه السكر مضر، هذا لا شك فيه، لا شك فيه. الأمر الآخر هو الألعاب الإلكترونية، حسب قول الدكتور أن هذه مضرة جدا للذاكرة، والرسوم متحركة بس ألعاب الإلكترونية أكثر. لا أنا ممكن أفهم هذا الأمر، لماذا؟ لأن المخ يتعب من كثر هذه الصور التي تأتي والتي ليس منها فائدة. يعني بالألعاب هي الإلكترونية يجب على المرء أن يركز على 1000 شغلة تتحرك في نفس الوقت، هذا يتعب الدماغ، صور تقعد عدة ساعات، فهذه أيضا مضرة جدا للدماغ وللذاكرة حسب قول الدكتور علي. ثم قلة النوم، الغضب، القلق، استرس، وأمور أخرى تكلم عنها. الآن جواب للأخوة الذين يقولون لماذا الدكتور علي يحتكر هذا العلم ولا يعني يفصح به لكل الناس. لا أنا سأجيبكم على هذا الأمر، أنا لم أسأله، ليس لي علاقة بالموضوع ولا أعمل لصالحهم وليس الدعاية لهم ولا أي شيء، إنما هي شهادة أمام الله سبحانه وتعالى على ما فهمت أنا. الأمر الأول أنه هذا جهد حياته الزلمي، وهو والله أعلم يعمله لوجه الله، والله أعلم، هذا الذي أنا أحسبه. المصاري اللي بياخدها مو مهتمين فيها زيادة، والله أعلم تذهب هذه النقود لفريق العمل، لأن فريق العمل يحتاج تكاليف 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، اتصالات كمبيوتر، خدمات كمبيوترات، نواحي قانونية، هذه كلها تحتاج المصاريف. يعني أنا لا أدري كيف تكفي تلك المصاريف حقيقة لكل هذا الفريق العمل الكبير. ثم الأمر الآخر أنك عندما يصير كل شيء بالنسبة لنا، لما يصير ببلاش الناس ما بتعطي أهمية ولا بتهتم فيه، سبحان الله عجيب. والأمر الثالث أنه أنا أقول هكذا، أنه لو أعطى كل هذه المعلومات على الإنترنت فسوف يفشل الأمر. لو شرح كل هذا الأمر على الإنترنت علنا ووضح كل شيء فسوف يفشل. هلأ الدكتور هو قال أنا لا يحل شرعا لنا أن مثلا واحد يعمل دورة، هو يعني الدورة بدون ترخيص منهم يساوي دورة، لكن إذا أنت تعلمت شيء علمته لأمك ولأخوك ولأبوك ما عنده أي مشكلة، علمهم أنت شو تعلمت علمهم. بس انك انت تروح تفتح تعمل انه انت عم تساوي دورة وتسميها دورة التدريبات العقلية وتقوم بهذا المنهاج وما انت اخذ منهم رخصة، فهذا لا يبيحه شرعا ولا يحله لأحد،
إنما هو حرمة شرعية وقانونية بالنسبة له. فمشان بعض الناس بيتساءل ليش هذا العلم ما بينفتح. هلأ على الإنترنت في كتير محاضرات، لكن أنا أعلم هذا الشيء، والله أعلم إذا هذا الشيء كله بينزل على الإنترنت ما حدا حيطبه، لأنه يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى فريق عمل. يعني بس تكتبها هيك على الإنترنت ما بتستفيد، سبحان الله، تحتاج إلى عمل وتعب وجهد. والله أعلم، والله سبحانه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن يحفظكم كتاب الله حفظا وقراءة وفهما وتلاوة وتدبيرا وخلقا، وأن يصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ويسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.